السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم جاي لكم مقطع جديد بلعبه هافي ماكداكس اند كونستراكشن، اللعبه المعروفه باسم ويب بيرون جيمز. وطبعا يا جماعه حتى تاريخ هذا المقطع اللعبه لساتها بنسخه البتا المقفوله، يعني يا جماعه ما في رابط تحميل مع الاسف، فبس من نزلت بشكل رسمي ونزل عليها رابط تحميل راح اخبركم عليهم مباشره. طبعا يا جماعه الخير، اليوم نزل تحديث جديد واللي هو اصلاح اخطاء وبنفس الوقت تعديل على اللعبه بشكل كامل. فمثل ما شفنا قدامكم في عندنا قائمه التحديث اللي صارت، هي هي اول شيء عملوا على تصليح او اصلاح خطا تخطي حموله البضائع وبنفس الوقت خطا المواقف الخاطئه. يعني يا جماعة كان سابقا ضافوا لنا ميزة انه صار بامكانك تتخطى تحميل الحمولة على الشاحنة او على مكان تاني، فصار فيها مشكلة فعدلوا عليها. وبنفس الوقت المواقف الخاطئة كان في احيانا بتوقف بمكان خطأ فما يعطيك انذار او تلاقي الشاحنة تقلب مدري شو، فعملوا على اصلاحها. بنفس الوقت يا جماعة الخير عملوا على حل مشكلة اليو ال اللي هي يا جماعة الخير الخاصة في معالج اللعبة فعدلوا عليه. وبنفس الوقت وحدات التحكم المتعقبة، يعني يا جماعة احيانا تلاقي مثلا تكون ماشي بيعطيك رسائل بيعطيك شغلات، فهدول الرسائل مثلا التحذيرية كان احيانا يتكرروا بشكل خاطئ وهيك فعدلوا عليهم. وطبعا يا جماعة تحسين فك الاقتران والاستقرار، سابقا يا جماعة كان توقف الحمولة او مثلا تجي بدك تركب التراكس على الشاحنة، طبعا تلاقي الشاحنة لما تقلب لما التراكس يقلب لما ما يثبت بمكانه، فعملوا على اصلاحهم بنفس الوقت. وكمان تمت اضافة اضاءة ديناميكية لداخلية البيك اب الاربعة ضرب اربعة. طبعا يا جماعة صار بامكانك وقت تشغل الانارة في عندك طاقة بتشغلها مع الانارة الخارجية، فيعني اضافة حلوة. بنفس الوقت كمان يا جماعة اصلاح اخطاء متنوعة تم الابلاغ عنها، يعني مثل احيانا بكون ماشي بتلاقي الشاحنة لحالها بتنحرف على الطريق، وبنفس الوقت في مشاكل تانية خبرناهم للمطورين وان شاء الله يكون حلت. وكمان يا جماعة تم اضافة بارك او مكان لصف الشاحنة اللي هي السكانيا بمكان جديد. وكمان يا جماعة استخدام الميزات دون مشاهدة الاعلانات، مثل ما قلنا لكم يا جماعة الخير سابقا باخر تحديث نزل ضافوا لنا ميزة الاعلانات، يعني صار بامكانك تتخطى نقطة معينة عن طريق مشاهدة الاعلانات وصار يظهرنا اعلانات في اللعبة، فهي عملوها بشكل يعني عبارة عن مؤقت، فرجعوا هلا شالوا الاعلانات لبين ما تنزل اللعبه بشكل رسمي. فهي كانت عباره عن تجربه انه راح تشتغل الاعلانات على اللعبه ولا لا على المبدا هذا، فهلا حاليا رجعوا لغوها وصار بامكاننا نستخدم ميزه تخطي الحمولات وتركيب الحمولات وهالشغلات هي بدون مشاهده الاعلانات لحين نزول النسخه الرسميه. وكمان تحسين المرآب والعالم، وتم تحسين الكاميرا واضافه دوران بيضاوي، يعني يا جماعه صار بامكانك تلف بالسياره او بالشاحنه بشكل افضل وبنفس الوقت الكاميرا صار تعطيك وضوح اكثر. وتم تنفيذ زر الرجوع والايماءات، يعني يا جماعه وقت ترجع وقت الغمازات هذول كمان عدلوا عليهم. وتمت اضافه 5 مهام لوجستيه الى قسم المهام اللوجستيه، عرفتوا يعني مثل نقل وما نقل وهيك شغلات، فاضافوا لنا 5 مهام صار بامكاننا نستخدمهم. والله يا جماعه الخير مثل ما شفتوا بهذا المقطع حبيت اورجيكم اخر الاخبار وتطورات على اللعبه، ان شاء الله يكون ما قصرت معكم. طبعا رسم نزلت اللعبه بشكل رسمي رح نجربها بشكل تفصيلي، يعني حاليا انا ما بجرب النقاط اللي عم تنضاف لاني يا جماعه بدها كتير تجربة، يعني في عندها كتير أشياء لازم تعملها، فمشان هيك عبعيف كل هذا الشيء لبين ما تنزل اللعبة بشكل رسمي ونجربها مع بعض كلياتنا. وطبعا يا جماعة الخير الله يوصلنا معكم نهاية المقطع، بتمنى منكم لا تقصروا معنا وصلنا على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل جديد، واترككم بأمان الله وسلام.